السلام السلام عليكم. عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كلامي النهارده معاكم هيكون عن موسم التجهيز والتفريخ بالنسبه للطيور، وازاي نبتدي نجهزهم علشان خاطر الموسم ده نقدر ناخد منه اكبر قدر من البيض المخصب، ما يكونش عندي هالة كتير في البيض او فائد كتير في البيض، او بمعنى اصح بيض كتير غير مخصب. فان شاء الله باذن الله الفيديو النهارده يكون جميل كده وخفيف وتقدروا تفهموه مني بسرعه، لان هو اصلا ما فيهوش مواد علميه كتير او لود من المصطلحات العلميه. بصوا بقى، موسم التفريخ او التجهيز لموسم التفريخ من اهم الحاجات اللي لازم نعتمد عليها قبل ما نبتدي ان احنا يعني نقول خلاص احنا داخلين اهو على الموسم. يعني انا كنت شغالة معاكم في الفترة اللي فاتت على وجبات طبيعية فيها مواد طبيعية، لان دي تقريبا النهج اللي انا او المنهج اللي بمشي بيه في حياتي مع الطيور، وبالتالي نقلته لكم على القناة. بستخدم مواد طبيعية، ولكن احيانا بحب استخدم مثلا حاجة من الفيتامين او المالتي فيتامين بيقوي شوية معايا. مثلا لو انا كنت كسلانة شوية مع طيوري، قعدت مثلا يومين ثلاثة ما بديش وجبات مثلا عليها كمية من الفيتامينات او من الاعشاب الطبيعية، فبحاول ان انا بعوضها بمواد تانية. وبما ان انا في فترة التفريق او في فترة التجهيز، فببقى محتاجة قوي قوي ان انا يعني ابقى مظبطة طيوري جدا. هقول لكم انا عملت ايه. الوجبه اللي قدام حضراتكم دي وجبه عاديه خالص خالص، هي بيض بالبقسماط. هنشوف عدد الاسس اللي عندنا كالمعتاد قد ايه. قدام حضراتكم دول تقريبا كانوا 4 بيضات، الوجبه اللي قدامكم دي 4 بيضات. ضايفه عليها ايه المره دي؟ ضايفه عليها بقسماط مطحون، العلبه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض هتطلع لكم في حرف الاي دي اللي هي فيها البقسماط المطحون، وعليه كان بعض الاضافات. هنا بقى في حاجه كمان واختياريه بالنسبه لحضراتكم، العلبه دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اللي هي كانت للكركم والكزبره وكل المواد اللي كانت على بعض اللي كنتوا قايله لكم نعمله علبه ونركنها، برده هطلعها لكم في حرف الار. عايزين تضيفوا منها المره دي ضيفوا، مش عايزين تضيفوا طبعا بحريتكم. لو كنتوا ضايفينها مثلا امبارح او اول امبارح على وجبات، يبقى الوجبه دي مش هضيف عليها. ضايفه عليها ايه النهارده؟ ضايفه عليها شويه من التاكيل اليدوي اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وبرده كنا عاملين منه علبه هنا في القناه، برده هيطلع لكم. دي كانت مجموعه من اللي مثلا جنين القمح، وكانت عباره عن قمح وكان عباره عن شوفان، ويعني كانت مجموعه كامله متكامله كده عشان التاكيل اليدوي. هاخد منها شويه قيمه مثلا معلقه او معلقتين. بصوا الوجبه اللي قدامكم دي تقريبا كيلو من الوجبات الطريه، هحط عليها معلقتين كبار من الخلطة الميكس اليدوي اللي احنا عاملينه عندنا في القناة. طيب هضيف ايه بقى؟ هضيف الفيتامونت. الفيتامونت ده من الاحسن، وخدوها ثقة من كلامي، وانتوا عارفين دايما ان انا ببقى صادقة قوي معاكم في موضوع الفيتامينات، وخصوصا الفيتامينات كمان اللي احنا الكيميائية. لما بقول لكم الفيتامين ده حلو جدا بيبقى فعلا حلو جدا، وعن تجربة وعن خبرة ودراسة. طيب الفيتامونت ده ايه مشكلته او ايه يعني فايدته؟ هو ملوش مشاكل بجد للطيور. الفيتامونت من احسن الفيتامينات اللي ممكن نقدمها للطيور بتاعتنا، وخصوصا في فترة التجهيز والتزاوج وكمان التفريق، وكمان لو يكون معانا فروخ. طيب الفيتامون ده مكمل غذائي وبيحتوي على مجموعة كبيرة جدا، تقريبا يعني 17-18 نوع من الفيتامينات، وكلهم بصراحة أحلى من بعض. يعني هو فيه فيتامين ألف د 3 ه، وده طبعا احنا بنبقى محتاجينه جدا في فترة التجهيز. فيه فيتامين ب، وفيه فيتامين ألف، وفيه فيتامين ج، في ب ألف وب 6 وب 12، في كمان حديد وفي كروم وفي يعني زنك. يعني بصراحة مجموعة من الفيتامينات بقول لكم تتعدى 17-18 نوع من الفيتامينات، كلها كده محتاجينها مع طيورنا في فترة زي ما انا قلت تزاوج وتجهيز وتفريخ والكلام ده كله. طيب يعني استعمله ازاي؟ يعني ايه الجرعة السليمة اللي انا هاخدها؟ هقول لكم هستعمله ازاي. انا هاخد منه، هو فيه بصوا معاه علبة صغنونة كده معيارية فيها كل يعني كل المعايير اللي ممكن تتخيلوها بالسنتي وبالجرام وكل حاجة. فانا على الكيلو من الوجبة دي اخدت بالظبط 2 سنتي منه، هضيفها على الوجبة دي، ولكم حرية الاختيار. عايزين ما تحطوهوش على الوجبة اوكي ضمن، مفيش مشكلة، حطوه على المية. هنحط على المية قد ايه؟ ال2 سنتي دول هحطهم على لتر مية واقدمه للطيور بتاعتنا. ونرجعوا بقى لفيديو اتعامل بذكاء مع طيورك في التأكيد.
او في الاكل الطري. يبقى في الفتره دي انا هحط الوجبه قدام الطيور هياكلوها، تمام، وتاكدت ان انا هياكلوها، هروح حاطه الميه. مش هينفع احط الميه وهم لسه ما اكلوش من الوجبه، لان هيروحوا على الميه على طول، هيملوا مع الحصله بالميه، مش هياكلوا من الوجبه، وانا عايزاهم يستفيدوا تماما من الوجبه دي. طيب في فتره التجهيز هستخدمه 3 ايام، تمام. لو عندنا مثلا كميه من الطيور، عدد كبير من الطيور، هضيف 3 سنتي على اللتر الميه، تمام. لو ما عنديش وعندي مثلا قص او قصين، كل قص هياخد في المسقه، هحط في حدود 3 نقط بس على المسقه. طيب لمده قد ايه ضحى؟ هحط لمده 3 ايام ورا بعضهم بدون فواصل، تمام. طيب هل في مشكله لو الاهالي دي معاها زغاليل؟ لا لا لا، ما فيهاش مشكله لو معاها زغاليل، ولكن في عندنا نقطه صغيره قوي قوي يعني عايزه انبهكم ليها. في فتره الزغاليل اللي هي من اول يوم لغايه مثلا لمده اسبوع 10 ايام، مش بيستحب قوي ان احنا نحط فيتامينات كيميائيه في الميه او على الاكل. بنستكفي مثلا بالفيتامينات الطبيعيه اللي موجوده في الخضروات او في الحبوب او في الوجبات اللي احنا عاملينها، ولكن ان احنا نحطها كده دايركت في ميه للاهالي اللي معاها فروخ او الزغاليل الصغنونه دي اللي لسه من يوم لاسبوع او 10 ايام، مش مستحبه قوي. اللي عايز يحط يحط، بس مش بتبقى مستحبه قوي، بتبقى لود قوي على الزغاليل الصغيره. ممكن نضيفها بعد 10 ايام من وجود الزغاليل، هتبقى تمام. الحاجه الوحيده اللي بقول لكم ضيفوها عفوا للاهالي اللي معاها زغاليل هي اللاكتيل فورت. اللاكتيل فورت دي الخمائر، ودي ما فيهاش مشكله ابدا، بالعكس دي حلوه جدا جدا بالنسبه للفروخ اللي لسه عمر يوم، ويعني ما فيش مشكله خالص، ما بتضرهاش، تمام كده. طيب هتعمل ايه؟ دي حلوه جدا للزغاليل اللي هي بعد كده. اولا بتخلي عظمها يعني كويس، كثافته كويسه، بتخلي الاعضاء الداخليه للجسم الطائر يعني قويه بمعنى اصح، بتظبط الخلايا كويس جدا اللي جوه الجسم، يعني بصراحه حلوه جدا جدا. بس اقول لكم حاجه بقى، لو هندي الفيتامين ده للاهالي اللي معاها فروخ، يبقى هنديها لمده 2 يوم بس في الاسبوع، تمام. هندي قد ايه؟ يعني برضو هي نفس الكمية، ولكن هي مدة 2 اللي هم الاسوس اللي هي بنجهزها هنديها 3 ايام، اللي معاها فروخ هنديها 2. اظن كلامي واضح، تمام. فقلت لكم في فترة التجهيز هندي ممكن 3 سنتي على لتر لمدة 3 ايام، مفيش مشكلة. لو قلنا للعدد الصغير عندنا من الـ يعني الطيور، هندي 3 نقط على المزقة لمدة 3 ايام. لو في فروخ هندي 2 بس في الاسبوع. عايزاكم بقى تشوفوا بعد كده ما بنداوم على ان احنا بندي الفيتامينات ده للطيور بتاعتنا، هتشوفوها عامله ازاي. بصراحه بتدي يعني، اولا لو عندك طائر خملان شويه الفيتامينات بيصحصحه ويخليه كده فريش شويه. لو عندك اللي هو الخمول والكلام ده يعني في الطيور، لو شهيتهم مش كويسه ومش بياكلوا كويس، هتلاقيهم بياكلوا كويس جدا. وبعدين هقول لكم حاجه، لو انتوا واخدين بالكم، بصوا دي اصلا اللي قدام حضراتكم دلوقتي دي مجموعه من الكوكاتيل، يعني مفتومه بقالها تقريبا اسبوع او 10 ايام. طالما ان احنا دايما اقول لكم كده، معودين الاهالي ان هم بياكلوا مننا الوجبات الطريه، بيطلعوا الزغاليل واخدين على الوجبات الطريه، فبالتالي لما بتحط وجبه طريه ليهم بسم الله ما شاء الله بياكلوها. بس تكون حريص شويه معاهم، ما تزودش الكميه، معلقه لكل قص ما معهوش زغاليل، معلقه ونص او معلقتين بالكتير للاسوس اللي معاها زغاليل. حتى البادجي اهو قدام حضراتكم الاسترالي، انتوا عارفين قصتهم دول طبعا، انا مش عارفه لسه محتفظه بيهم ليه، يعني بضيف عليهم من الطيور اللي عندي، بس اللي هم كانوا جايين لي مقصفين، انتوا شايفين مفيش حاجه الحمد لله قدامكم بقت مقصفه خالص. عشان كده دايما اقول لكم ما تفقدوش الامل لما بتلاقوا عصفور شكله مش متظبط، ريشه مش متظبط، ما تفقدوش الامل. واسمع حاجات كتيره، انا ذبحت والله في ناس ممكن تذبح الفرخ الصغنن او الفرد الصغير ده عشان ما فيهوش ريش وهيتعبه وهيقول لك هيقرفني والكلام ده كله، او ان هو يروح يديه لاي تاجر هياكله للتعابين والعقارب وما شابه من الحاجات اللي بنشوفها دي. فاكرين انتوا قصه الطيور دي عندي كانت عامله ازاي، جايه لي عامله ازاي، تمام.
لما بتعودوا الفروخ عندكم ان هم ياكلوا الوجبات الكويسه دي او المتوازنه دي، بصراحه بيدي انتاج حلو جدا. الطيور عندك بتجهز بطريقه حلوه جدا، مواد طبيعيه، في حاجات اعشاب طبيعيه جنب البيتامونت برضو بيكملها حلو جدا. على فكره البيتامونت ده ما هوش غالي، اعتقد ب 18 او ب 20 جنيه، والله ما فاكره، ولكن اصلا انا استخدامي فيه قليل شويه. يعني عندي الطيور طالما ان هي شغاله بوجبات متوازنه مش بتحتاج قوي مني الفيتامينات الكيميائيه كتير. طب هل ممكن بقى اتسال سؤال، هل ممكن الفيتامونت يغنيني عن كتير من الفيتامينات؟ اه عادي، ممكن يغنيك عن كتير من الفيتامينات الكيميائيه، وخصوصا اذا كنت هتستخدم فيتامينات مش مستورده. الفيتامينات المستورده بتبقى اضمن، نتائجها ممتازه. في الدول اصلا اللي يعني الاجنبيه اللي بتنتج الفيتامينات الكيميائيه بتبقى مظبطه الدنيا قوي معاهم، بس هي مشكلتها ان احنا ممكن بتبقى مضروبه او صلاحيتها منتهيه، والتاجر ما مش بيورينا العبوه الكبيره اللي ممكن ناخد منها. واحسن الدول اللي احنا ممكن ناخد منها هي ممكن، يعني انا الالماني والهولندي والايطالي حلو جدا جدا في موضوع الفيتامينات الكيميائيه. فيما عدا كده انا بنصحكم دايما بالفيتامينات الطبيعيه وما اكترها بالمواد الطبيعيه اللي عندي في القناه. اتصفحوا القناه، يعني ما تنسوش بقى اللايك، وما تنسوش ليه لسه ما اشتركش في القناه، بيسعدني جدا ان هو يشترك في القناه. واكتبوا لي في الكومنتات اي حاجه ناقصاكم او اي حاجه مش واضحه في الفيديو، مستنيه تعليقاتكم. بالتوفيق للجميع، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي على طول باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.